حديث عن قضية المستقبل دكتور، كنت تتحدث عن شكل المعطيات التي حصلت في المرحلة السابقة، المواقف على الأقل التي تحركت في الميدان يوم أمس بعد عقد الجلسة، وهي كانت جلسة اعتيادية بحكم ما حصل فيها انتخاب لبديل السيد الزاملي وكذلك التصويت على استقالة السيد الحلبوسي. حصل الذي حصل، قطعت الطرق، خرج أنصار التيار الصدري في بغداد وفي باقي المحافظات. أنا أسأل جنابك، هل تتوقع أن الصورة ستكون سوداوية ومأساوية جدا إذا ما قرر أو حدد الإطار جلسة لتكليف السيد السوداني؟ 100% 100% ستكون سوداوية وستكون، وأتمنى على الإطار مخلصا، وأتمنى وأرجوهم أنه الآن يعني يستميتوا من أجل أن يجدوا الحلول، وهم ناس عقلاء، ناس عندهم تجربة سياسية، ناس خضعوا إلى الكثير من المخاطر والظروف، أن لا يجنحوا إلى هذا الحل. هذا حل قاتل وحل غير صحيح وحل يعني يخلق فوضى، ولن يعني يندموا على، يعني ما اريد اكلم، ما اريد يعني اعيد كلام سيد مقتدى اليوم اللي كتبه انه لا تحيدنا من دم، لا، لانه فعلا هذا الحل مو صحيح، لانه عندنا تجربه، احنا عندنا تجربه، يعني حكومه عادل عبد المهدي كان موافق عليه، وبعدين ورا سنه ثارت الدنيا عليها وسقطوها، وكذلك بامكان اسقاط الحكومه بكل بهالوضع هذا اللي شفناه احنا في مجلس النواب والجميع شافه، مو صعب على التيار انه يسقط الحكومه اذا تشكلت إذا تشكلت بهذه الطريقة.